وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود أرحب بك، وكيف قرأت تسجيل التضخم في اليابان أعلى مستوى له وذلك منذ 40 عاما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؟ خالص التحية يا فندم لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني زي ما تفضلت حضرتك في التقرير أنه يمكن اليابان شأنها شأن باقي الدول التي تأثرت بموجة التضخم العالمية اللي يمكن ناتجة عن الأزمة المالية العالمية اللي كان سببها يعني التدخل الروسي في الأراضي الأوكرانية، أو إن صح التعبير الصراع الذي تستخدم فيه أدوات الاقتصاد ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. لكنه يمكن اليابان نظرا لتأخرها أو تباطؤها في استخدام السياسات الاقتصادية اللازمة لعلاج التضخم اللي هي يعني بتكون إجمالا اتباع السياسة الانكماشية سواء على المستوى المالي أو حتى على المستوى النقدي اللي خاص بسياسات البنك المركزي برفع سعر الفائدة على البنوك التجارية، ودي سياسة يمكن اتبعتها غالبية دول العالم اللي كان طبعا تبعها الفيدرالي الأمريكي. يمكن تأخر اليابان أو عدم قناعة اليابان باتباع مثل هذه السياسة في تخيلي يمكن عقد المسألة بشكل أكبر، لأنه أصبح التضخم الموجود الآن في اليابان ليس تضخما راجعا للطلب لزيادة الطلب على السلع، ولكن تضخم راجع أيضا لزيادة التكلفة، لأن التضخم له أسباب عديدة. صحيح النتيجة واحدة هي ارتفاع المستوى العام للأسعار في كافة السلع والخدمات، ولكن أسبابه متعددة، منها زيادة الطلب، منها ارتفاع التكلفة، ومنها ما يطلق عليه التضخم المستورد أو التضخم القادم من الخارج، ومنها ما له علاقة بانخفاض سعر صرف العملة، لأن انخفاض سعر صرف العملة بيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للعملات الأجنبية وتحديدا الدولار، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الواردات. ويمكن المساران المختلفان اللي تم اتخاذهم لمعالجة الوضع التضخمي، واللي يعني أو أتحدث تحديدا عن بنك اليابان المركزي والاحتياط الفيدرالي الأمريكي، كان واحد من الأسباب اللي أدى إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي في هذا العام من حوالي 115 ين مقابل الدولار إلى ما يعادل 51 ين مقابل الدولار الواحد، وبالتالي ده معناه أنه سعر صرف العملة انخفض، وأدى أيضا هذا إلى تعقد المسألة بشكل أكبر وزيادة التضخم، لأن طبعا انخفاض قيمة العملة بيؤدي إلى زيادة التضخم أو ارتفاع القوى الشرائية للعملات الأخرى، وبالتالي أي سلعة قادمة من الخارج أو أي سلعة يدخل فيها جزء من مدخلات الإنتاج من الخارج بيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلعة وبالتالي ارتفاع سعرها. دكتور محمود، يعني بنتحدث هنا إذن عن سياسات أخرى قد يعني تعتمد عليها اليابان في المرحلة المقبلة، يعني ما هي السياسات المتوقعة خاصة مع حديثك عن تمسكها بعدم رفع سعر الفائدة؟ يمكن اليابان يعني لديها تصور أنه يعني هذا معدل التضخم حيبدأ يعود إلى توازنه مرة أخرى مع بداية العام 2023، لأنها زي ما حضرتك تفضلتي لا زالت حتى هذه اللحظة يعني ترى أنه رفع سعر الفائدة في البنك المركزي سياسة يعني ليست فعالة لمعالجة الوضع التضخمي، وشايفة أنه زيادة معدلات التضخم هو يعني عملية مؤقتة إلى حد ما سوف يتم عودة فيها للمسار الطبيعي مع بداية هذا العام. يمكن هذا الأمر مقترن إلى حد كبير في تخيلي مع وضع أسعار الطاقة بالضبط يعني هيكون عامل إزاي، لكنه في النهاية لابد أن يتم اتخاذ سياسات على المستوى النقدي للتعامل مع أو لتقليل المعروض النقدي الموجود في السوق المحلي، فلا بد من تدخل البنك المركزي. أنا تخيلي إنه الإبقاء على عدم تدخل البنك المركزي والإبقاء على يمكن أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لا يمكن أن يؤتي بثماره على الإطلاق. شكرا جزيلا لك دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف.